تصريحات لوزير الخارجية البريطاني التي قللت من احتمالية خروج بريطانيا من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي. وينضم إلينا في الاستوديو السيد محمد زيدان، كبير استراتيجية الأسواق في ثينك ماركت. أهلا بك سيد محمد. أهلا عبد العزيز. بداية نتحدث عن أجواء التفاؤل التي تحيط بملف العلاقات التجارية الصينية الأمريكية. برأيك هل بتنا على أبواب اتفاق تجاري حقيقي بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وما هو شكل هذا الاتفاق برأيك؟ بالفعل هو حالة التفاؤل بتسيطر على الأسواق، الأسواق بقت شبه على يقين أن يكون في اتفاق مبدئي اللي هو بينص على أن يتم رفع الضريبة أو التعريفة اللي تم فرضها من جانب الصيني والولايات المتحدة وزيادة المشتريات الزراعية من قبل الصين. كان في تعثرات شفناها الأسبوع السابق، ولكن السبت لقينا وسائل الإعلام الصينية بتؤكد أن المحادثات بناءة، فبالتالي الأسواق عندها أريحية وعندها شبه يقين أن احنا هنشوف اتفاق مبدئي. والاتفاق مبدئي ليه؟ أن في احتمالية كبيرة أن يتم التوصل ليه؟ لأن النقاط الرئيسية أو الجوهرية زي حماية الفكرية، الحماية الفكرية وخلافه تم استبعادها من هذا الاتفاق، فبالتالي نعم نتوقع حاجة زي كده. ما توقعش أن الجانب الصيني أو الأمريكي عنده القدرة أن هو يخاطر دلوقتي في ظل الأرقام الاقتصادية المتباينة، أن هو يخاطر أن هو يعيد الحرب التجارية والمخاوف الأسواق مرة أخرى. نعم. طيب سيد محمد، في حال حدوث اتفاق بين الصين والولايات المتحدة برأيك كيف سينعكس ذلك على الاقتصاد العالمي بشكل عام، خاصة وأن معظم المحللين يرجعون السبب التباطؤ لهذا الملف، وكذلك كيف سيكون انعكاسه على النفط بشكل خاص؟ طيب 16 شهر اللي فاتوا طبعا كان يعني النزاع التجاري دوت ليه تأثير سلبي على الأرقام الاقتصادية وشفناها، بالفعل كان ليه دور رئيسي، ولكن الأرقام الاقتصادية برضو كانت متأثرة بعوامل أخرى، وشفنا اتجاه البنوك المركزية للسياسات السعودية سواء بنك مركز الصيني او الاوروبي او حتى الولايات المتحده، فده اللي شويه بيدعم الاسواق. احنا ممكن نقول احنا في تعديل في منتصف الدوره الاقتصاديه، بقيت سيناريو الركود على الولايات المتحده موجود في اوروبا، مرتفع في الصين، ولكن لحد ما افضل مما كانت تتوقع الاسواق في النصف الاول من العام الحالي. طبعا تاثيره على النفط هيكون ايجابي، النفط متاثر بعاملين رئيسيين، اول عامل التفاؤل بخصوص الحرب التجاريه، ارقام اقتصاديه ايجابيه من الولايات المتحده، ثاني عامل اللي هو الانتظار لاجتماع اوبك والمنتجين المستقلين في بداية ديسمبر، مع توقعات أوبك اللي قالتها يوم الخميس إن هنشوف انخفاض في الطلب العام المقبل، الأسواق ترى إن ممكن المنتجين روسيا والسعودية اتفق على تمديد اتفاقية خفض الإنتاج، فده اللي اداله الدعم. وتوقع استمرار خام تكساس لمستوى 60 دولار للبرميل ما دام هو محافظ على 55 دولار. نعم. سننتقل للحديث عن خطوة البنك المركزي الصيني بضخ 26 مليار دولار في الأسواق، وكذلك تخفيض أسعار الفائدة للديون القصيرة الأجل. كيف يمكن قراءة هذه الخطوة في هذا التوقيت بالتحديد؟ هو كان بالفعل الأسواق منتظرة حاجة زي كده، ما كانتش متخيلة أو ما كانش بيرهنوا على الشكل التيسيري اللي هيكون من قبل البنك الشعبي الصيني، ولكن ده شيء متوقع وده شيء إيجابي لأسواق الأسهم، هيدي الدفعة إن هو هيزيد السيولة. المشكلة الرئيسية اللي شفناها آخر 3 شهور انخفاض السيولة بشكل عام في الأسواق، فبالتالي الأسواق كلها كانت متعطشة لسيولة رخيصة، وأتوقع إن البنك المركزي الأوروبي عملها وأدي البنك المركزي الصيني بيعملها، وأتوقع إن ممكن نرى خطوات أخرى إذا ظل المخاوف منتشرة. شفناها في أسعار الإقراض على المدى القصير ارتفعت بشكل ملحوظ في كذا منطقة، فده كان لدعم السيولة فقط لا غير، ولكن الأرقام هي السياسة النقدية بشكل عام سياسة تيسيرية، كل ده هدفه الضخ أو يعني حجم الفوائد قصيرة الأجل. نعم. سننتقل للحديث عن الجنيه الاسترليني الذي تحرك بشكل إيجابي. برأيك ما هو سر هذه التحركات، أو كيف يعني ممكن ان نقرا هذه التحركات بشكل اول عام؟ حاجه هو جاي بناء على بوريس جونسون تصريحاته ان جميع اعضاء حزب المحافظين وافقوا ان هو في حاله فوزه في 12 ديسمبر بالانتخابات العامه هيوافقوا على خطته وخروج المنظم من الاتحاد الاوروبي في العام المقبل، فبالتالي زادت سيناريو احتمالات خروج منظم بغير خروج فوضوي، ومع كمان استطلاعات الراي ترجح فوز حزب المحافظين، هو ده ادى دعم الجنيه الاسترليني. الجنيه الاسترليني قد يتخطى الدولار 30 سنت امام الدولار الامريكي، واضح ان هو قد يتعداها، فبرضه مع التفاؤل بشكل عام بتحسن شويه مخاطر الاسواق. نعم. هناك ترقب سيد محمد لمحضر اجتماع الفيدرالي الامريكي، برايك
كيف سيكون شكل هذا المحضر؟ أتوقع أن جيروم باول هيكون لحد ما متوازن في كلامه، لأن الإجراءات اللي اتخذها وخفض أسعار الفايدة المتتالية اللي شفناها بدأت تنعكس إيجابيا على أسواق، ثقة المستثمرين، مبيعات التجزئة كلها كانت أرقام إيجابية أفضل مما متوقع وأفضل من القراءة السابقة، فهيكون متوازن وهيكون في حالة ترقب لما هو مقبل، وهيكون برضو يبدي استعداده للتدخل إذا ما لزم الأمر، يعني هيكون عنده مرونة ويعتمد على بيانات اقتصادية، ولكن هيكون لا تغيير، يعني لا أتوقع أي تغيير في الاجتماع المقبل. إذا السيد محمد زيدان كبير استراتيجي الأسواق في ثينك ماركتس كنت معنا، شكرا لك. شكرا لك عبد الرزاق. والآن عودة لمحمد وما تبقى في تداول. شكرا عبد العزيز. تستعد وي وورك لخفض عدد الموظفين بما يصل إلى 4000 على الأقل.